بيقول انا خايف على بنتي، هي مش عارفه مصلحتها. اب بيقول هتتبهدل، هي لسه صغيره ومش فاهمه، وبتبقى دي اقوالهم. دي أقوال، ولكن هذه الأقوال إذا أدت إلى ضرر وإلى نتيجة غير مستحبة فليس لها فائدة. المفروض أن نديله النصيحة، أنصح ولا أجبر. لمن يا رسول الله؟ قال لله وللرسول ولعامة المسلمين. فأنا أملك النصيحة والتوجيه لكن لا أملك الإجبار أبدا. وكل أب يجبر ابنته على أن تتزوج من شخص لا تريده فهذا الأب آثم شرعا. حتى لو ولي الأمر أخ. أيوه، هو أب ولي الأمر، أي حد أخوها ولي أمرها يعني والدتها. لا بد أن يكون الزواج نابع منها، من رضاها، تكون راضية وتقول رضيت بما اختار لي أبي. طب ده الزواج، في بنت بتبقى تعبت في حياتها وعايزة تنفصل، تنفصل؟ تطلق، تيجي بعض العائلات أو عائلات كتير على فكرة في حياتنا يقولك لا مفيش طلاق، عيشي. تيجي تعيش برضو في معاناة، تيجي ترجع يا جماعة أنا مش قادرة أكمل، أنا بتضرب، أنا بتبهدل، أنا مش قابلاه، هو راجل محترم وزينة الرجال لكن أنا مش قادرة.